يواصل أهالي محافظة بابل تظاهراتهم واعتصاماتهم السلمية دعماً للمتظاهرين الثابتين في الساحات والشوارع في بغداد بهدف إسقاط النظام الفاسد، النظام الذي عاث في العراق دماراً في جميع مناحي الحياة منذ عام 2003. احنا طالعين هنا دعماً للمتظاهرين، يعني احنا بالمستشفى دوامنا متفرغين هنا لدعم المتظاهرين، تقديم إسعافات أولية وشغلة ثانية مثلاً تكمل المظاهرات نبقى هنا يعني نخلص إسعافاتنا الأولية نبقى ويا المتظاهرين دعماً لهم. من يوم 25 لحد هذا اليوم ثابتين، ومطلبنا هو شيء واحد، احنا لين شعب انظلمنا هواي، فهسه وصلت حدها يعني نصيح كافي. احنا نريد مطلبنا هو مطلب الشعب العراقي شيء واحد، هو استقالة الحكومة بالكامل. احنا مو انه عادل عبد المهدي استقال انه نرجع لبيوتنا وكفى، لا، احنا مطلبنا استقالة الحكومة والفاسدين بالكامل، يعني بين قوسين تحت النواب والرؤساء تحت قبة البرلمان والخضراء، نريد استقالتهم بالكامل. وبالرغم من تصاعد عمليات القمع وتفنن القوات الحكومية وميليشياتها بقتل واعتقال واختطاف الناشطين في التظاهرات، يصر أهالي محافظة بابل على مواصلة السير في الطريق الذي رسموه لثورتهم حتى تحقيق جميع مطالبها التي انتفضوا من أجلها. احنا همنا الكتل والأحزاب، باقة العراق نهبت، دستوركم فاشل، مفوضياتكم فاشلة، برلمان فاشل، رئاسة الوزراء فاشلة، رئاسة الجمهورية فاشلة، كلكم فاشلين، القضاء النائم الفاشل، كلكم فاشلين، سرقت البلد، دمرت البلد، نهبت البلد، فجرتوا، قتلتوا، خطفتوا، هجرتوا، يابا معودين ربع الشعب مهجر ومهاجر بالداخل والخارج، وربع بالسجون، وربع بالقبور، وربع يستجدون تحت المجسرات وأيتام وأرامل، العيب عليكم. احنا مطلب الشعب خلي يفتهموه، احنا جاي نحكي بالعربي لا ايراني ولا امريكي، جاي نحكي نقولهم يابا اطلعوا انتوا نفسكم، حتى اكو كتل سياسيه واحد قام ينافق على الاخر، واحد يسولف الكتل السياسيه ما اريدها لان هم خراب الشعب والاحزاب هم خراب البلد والبرلمان. وكغيرهم من أبناء المحافظات العراقية الثائرة ضد النظام الفاسد الذي تحكمه منذ سنين طويلة أحزاب انتهجت التدمير سلاحا لها، باتت الثورة لدى أهالي بابل حلما يكبر يوما بعد آخر، حلما يرون أن تحقيقه بات قاب قوسين أو أدنى.